السلام عليكم يا سنة رابعة. النهاردة إن شاء الله هندخل مع بعض في Concept 3 The Speed. أول حاجة What is meant by speed؟ يعني إيه كلمة speed؟ يعني إيه سرعة؟ It is the distance covered by the object in unit time. كلمة distance يعني المسافة اللي حضرتك هتمشيها. Covered by the object اللي إحنا مشيناه. In unit time يعني في وقت معين. يعني كأني بقول لك أنت مشيت مسافة قد إيه وأخدت وقت قد إيه عشان تمشي المسافة دي. يبقى دلوقتي مع بعض يا سنة رابعة What is meant by speed? It is the distance covered by the object in unit time. طيب To measure the speed there are two factors. إيه هما? Distance and time. يبقى اللي يحدد سرعتك The distance you covered المسافة اللي أنت مشيتها and the time taken to cover this distance. والوقت اللي انت اخدته عشان تمشي المسافة المعينة دي. يبقى هنا اما نقول What are the factors affecting speed? هيبقى عندي حاجتين Distance and time. طيب The measuring unit of speed. احنا دلوقتي هناخد قانون بيقول ايه؟ بيقول ان speed equals distance over time. طيب مشيت قد ايه مسافة؟ The measuring unit of distance هتبقى in kilometers. طيب لو انت بتقيس التايم يبقى ساعتها ممكن تقيسه بالايه؟ بالاور. يعني مسافة اسكندرية هيبقى المسافة من هنا لاسكندرية مثلا 250 كيلومتر هاخدهم في ساعتين. يبقى هنا عندي الديستنس هنقيسها ان كيلومترز وهيبقى التايم هقيسه ان اورز. طب احنا قلنا سبيد هو الديستنس ديفايدد تايم يبقى هتبقى كيلومترز بير اور اللي ممكن نكتبها الكي ام دي اللي هي الكيلومتر والاتش ار اللي هي الاور. طب ايه الشرطه المايله اللي في النص دي؟ طيب measuring unit of speed عشان نقيس السبيد هيبقى عباره عن ايه بقى تاني؟ لو انا مش مسافه بالكيلومتر ممكن نمشيها بالمتر. لو أنا مش ماشية مسافة بعيدة أوي هيبقى الـ distance عندي تتقاس بالمتر والـ time بتاعي ساعتها هنحسبه بالسكند. يبقى من هنا نقدر نعرف إن الـ measuring units بتاعت الـ speed هتبقى كيلومتر per hour أو هتبقى متر per second. طيب run faster than humans. طب ما احنا مش الانسان والشيتا احنا الاثنين mammals. طب لو احنا الاثنين بنجري هنلاقي ان الشيتا run faster than human. طيب cheetahs can run 100 meters in 6.4 seconds. يعني تخيل لو انت بس هتسأله 6 ثواني 6 بس هتلاقيه هيجري مسافة 100 متر. ده معناه ان هو سريع جدا. فلما يجي يقول لي give reason وقلنا قبل كده give reason معناها why يعني عشان ايه ليه cheetahs are fastest land animals ليه دي خلاص. طيب يبقى مع بعض كده ادينا شفنا ايه cheetah. نشوف بقى الكلام اللي قلناه. يبقى cheetahs run faster than humans. برافو. طيب run مسافة قد ايه؟ 100 متر. تاخدها في وقت قد ايه؟ 6.4 seconds. يبقى ادي كده ال distance وادي كده ال time. لو قال لي ليه they are the fastest land animals هقول because they can run 100 meters in 6.4 seconds. طيب تخيل كده انا عندي cheetah at rest. يعني ايه كلمة at rest؟ يعني واقف قاعد في مكانه كده ما مش متحرك. ما احسب السبيد بتاعته زيرو هو واقف الراجل ما اتحركش. طيب لو انا عايزاه يسرع او هيبتدي يجري هيبتدي طبعا يسرع فالسبيد بتاعته هينقل من زيرو تفضل تعلى. طب هما لقوا بقى ان الشيتا ده كان جو فروم سبيد زيرو يعني فروم ريست ويوصل للسبيد بتاعه 96.5 كيلومترز في الاور in 3 seconds only.
يعني عارف انت لما تجيب عربية كده وتدورها، العربية الأول سبيد بتاعها هيبقى زيرو. طب أنا لما أدور العربية وهبتدي أطلع بيها، الأول بنبقى طالعين بالعربية بالراحة، وبعد كده كل ما ندوس بنزين كل ما العربية تبتدي تسرع معانا. فتخيل كده العربية كانت واقفة، وبعدين انت حد سقها وبدأ بعد كده يدوس على البنزين، فزادت السرعة بتاعتها، هتتنقل من زيرو مثلا لحد 90 كيلومتر في الأول. أكيد عمر ما العربية هتمشي في 3 ثواني من زيرو، هوبا تلاقيها ماشية على 90 كيلو. ده 90 ده يعني سريع خلاص. فلقوا إن التشيتا كان جو فروم سبيد زيرو تو سبيد 96.5 كيلومترز in 3 seconds only. تمام؟ حد كده فيها مشاكل؟ طيب and that represents 3 strides of the cheetah. يعني ايه كلمة strides؟ يعني عارف الخطوة كده زي خطوتك او فتحة رجلك دي زيها كده بالظبط. يعني 3 strides of the cheetah هيبتدي عنده السبيد من 0 لحد ايه 96.5 كيلومترز بير اور. طيب هنا بنقول a high speed train، هنا بنقارن ما بين الهاي سبيد ترين اللي هو القطر اللي بيسموه القطر الطلقة اللي هو السريع خلاص. القطر ده هو سريع، المفروض بيمشي من زيرو او السبيد بتاعه بيتنقل من زيرو ل 96.5، يبقى قد التشيتا في كام سكند؟ في 37. يعني التشيتا ده ممكن يوصل سرعته 96.5 دي في 3 ثواني بس، والقطر ياخدها في 37 ثانية. ده معناه ان التشيتا ده سريع جدا خلاص. طيب بالنسبة للفاست كار ممكن توصل السبيد دي يعني في تقريبا في ايه قد 4 سكندز كده او اكتر شوية. تمام. طيب اهم حاجة دلوقتي سنة رابعة، الجزء ده بنعرف منه ان the cheetah runs faster than humans، وان هو كان they can run 100 meters in 6.4 seconds، عشان كده هما the fastest land animals. تمام. طيب هندخل هنا بقى، بنقول the speed of the cheetah is the result of some special physical characteristics. Special يعني حاجة معمولة له مخصوص. Physical يعني حاجة في structure بتاعه، يعني في تركيبة جسمه نفسها. Characteristics اللي هي صفات، يعني بناء جسمه أصلا أو تركيب جسمه اللي ربنا خلقه بيه، عمله بحيث إن هو يبقى أسرع حيوان على ظهر الأرض. تمام؟ إيه بقى الحاجات دي؟ زي ما شفنا مع بعض كده في الفصل لما شرحنا. أول حاجة its head، بص أنا جايبه لكم الصورة دي عاملة إزاي، شايفين الجزء ده؟ بص راسه، شايف الحتة دي؟ وشايف هنا كتفه؟ متخيلين؟ هنا بنقول its head is low to the shoulder. ليه؟ to decrease the air resistance. عارف أنت كده لما بتبقى راكب عجلة وبعدين الهواء جاي في وشك فأنت عايز تسرع، تبتدي توطي راسك كده تنزل كده خلاص، تنزل بجسمك كده عشان الهواء يتزحلق كده يعدي من فوقيك. اهو ده كده بقى خلقة ربنا، مش محتاج يوطي راسه ولا حاجة. فبنقول its head اللي هو راسه is low to the shoulder to the air resistance. الـ air resistance اللي هي the friction with air، احتكاكه مع الهواء او مقاومة الهواء، ده بقى اقل حاجة. عاملة كده بالظبط زي عربيات السباق كده، تلاقيها واطية كده من قدام عشان الهواء يعدي من فوقها يتزحلق كده من فوقيها ما يعكسهاش وهي ماشية. طيب its nose، خلي بالك هو بيجري بسرعة جدا فعايز انرجي عالية جدا، هياخدها منين؟ لازم يبقى فيه respiration to burn more food to give it more energy. طيب كلمة عايز ازود ال respiration دي، يبقى بالتالي فتحات مناخيره ما ينفعش تبقى صغننة كده زي مناخيرنا، فبنلاقي its nose has large openings، فتحاتها كبيرة which help it breathe a lot of air. يعني لما يجي ياخد نفس كده يدخل كمية هواء حلوة كده كبيرة. طيب هو احنا عشان الاكسجين والدايجستد فود ده يوصل للبادي سيلز، مش المفروض بينتقل عن طريق البلد الدم؟ طيب مين اللي بيعمل بامبنج للبلد ده اول اوفر ذا بادي؟ لازم الهارت. طيب ده عايز يدخل هواء كتير عشان يحرق اكل كتير عشان يطلع طاقه كبيره عشان يقدر يجري، يبقى بالتالي الهارت بتاعه لازم يبقى ايه حاجه سترونج كده خلاص، لازم يبقى باورفل كده، يبقى حاجه قويه عشان لما يجي يدخله الدم ضخ دم كبير كتير. عشان كده بنقول its heart has oversized powerful heart. يبقى هو عنده oversized يعني مش المقاس العادي. احنا بالنسبة لنا ضم ايديك كده صوابعك على بعضها، قبضة ايدك كده، احنا بنقول the heart of the human is equal to the size of his fist.
يعني انت لما تيجي تقفل ايدك كده تضم صوابعك على بعض، قبضة ايدك انت قلبك تقريبا قدها. طيب هو بالنسبة له لا، ده عنده الهارت بتاعه بيبقى ايه اوفر سايزد، عشان كده بنقول it has oversized powerful heart او strong heart. طيب it's close، لما حضرتك تبص على الجزء ده، بص هنا وهنا كمان باين اكتر الجزء ده، بص هتحس ان الكلوز بتاعته المخالب بتاعته لتحت كده شوية. فهو بيقول لك it's close sticks to the ground خلاص while running to push off the ground، يعني وهو بيجري بص حتى رجليه هنا باينة، بحس ان هو ايه بيخبط في الارض كده عشان تديله ايه دفعة كده ان هو يجري لقدام اسرع. طيب يعني ايه it's fine؟ السباين قصده بيها الباك بون، عموده الفقري، بيبقى فلكسبل. يعني ايه كلمة فلكسبل؟ بص هنا بص هنا ظهره عامل ازاي، وبص هنا وبص هنا. لما تيجي تبص على جسمه وبص الصورة اللي فوق، بص بص كل اللي ورا ده اللي حتة اللي قبة دي ونازلة كده، ده المفروض يعني الجزء اللي انا عامله ده اهو اللي انا ماشي عليه، بص عامل ازاي، ده بيبقى فلكسبل. يعني ايه كلمة فلكسبل؟ يعني لازم يبقى مرن خلاص، ويبقى هو بيجري كده تحس ان هو ظهره عامل زي السوستة كده خلاص، زي سبرينج كده خلاص، عشان كمان يقدر يدي دفعة للعضلات اللي موجودة في رجليه فيقدر يمشي بسرعة. يبقى احنا لما بنيجي نتكلم على سباين بنقول sheath spine or backbone is flexible and acts like a spring for its leg muscles. طيب بالنسبة بقى للبادي بالعقل كده، animal وبيجري يعني very fast the fastest animal، المفروض يبقى مليان يعني تخين ومقلبص، أكيد لأ. فبنقول عنده البادي بتاعه بيبقى lightweight body. يعني ايه lightweight؟ يعني ايه خفيف. طيب تقريبا الميل الويت بتاعه تقريبا من 41 ل 45 كيلوغرامز، يعني هو ايه زي ما تقولوا كده رفيع كده سمباتيك تمام. طيب هنبص بقى دلوقتي على شوية صور كده، هنا عندنا عايزين نشوف كده يعني عايزين نثبت that the objects move at different speeds. جابوا كذا moving ايه object، جابوا ايه، جابوا مثلا horse وجابوا car وجابوا rocket زي ما احنا شايفين وجابوا runner خلاص. لقوا ايه بقى؟ لقوا that the runner, horse and car and rocket can travel different distances in the same amount of time because they have different speeds. يعني مثلا هم حددوا قالك احنا هنقارن ما بين رانر وهورس وكار وراكت، هنخليهم يبتدوا يتحركوا، التايم اللي هم هياخدوه هنحسب لهم كلهم 4 minutes، وبعد كده هنحسب لكل واحد بعد ال 4 minutes دول الديستنس اللي هو مشيها بقت قد ايه. لقوا ان الرانر after 4 minutes he covered 1.5 kilometers، طب الهورس after 4 minutes it covered 3 كيلومترز، ده معناه ان الحصان اسرع من الايه الرانر ده لانه مشي مسافه اطول منه. طيب لو انا جبت عربيه after 4 minutes لقوا ان العربيه دي covered a distance equals 6 كيلومترز، مشيت 6 كيلو. طيب جابوا روكت وبعد 4 minutes لقوا ان الروكت مشي 400 كيلومترز، يبقى كده مين ابطاهم؟ الرانر أسرع شوية، الهورس اللي بعديها الكار، أسرع واحد فيهم خالص كان مين؟ كان الركض. يبقى هنا لو إحنا عندنا بنتكلم على the same amount of time نفس الزمن اللي هو مثلا 4 minutes، هلاقي إن الرانر والهورس والكار والركض كل واحد فيهم travel different distance، يعني مش كلهم مشوا نفس المسافة، الرانر ده أقل مسافة والهورس بعد دي الكار بعد كده أكتر واحد مشي مسافة كان الركض خلاص. فعشان كده بنقول the fastest is the one who travels the longer distance in the same amount of time، فبالتالي مين هنا عندنا ال fastest؟ ده ركض تمام. طيب بعد كده احنا كده مخلصين lesson 1، ندخل بعد كده على lesson 2. lesson 2 بيقول لك ايه بقى العنوان؟ basics of speed. ال basics of speed يعني ايه؟ احنا بنقول ان ال speed ده is a measurement of how fast a moving object is
يعني كلمة how fast يعني قد إيه ماشي بسرعة، يعني how fast the object is moving. طيب يبقى the speed is the measurement of how fast something is moving. طيب ال speed بقى بيقيس إيه عشان تعرف تطلعه؟ ال distance ومين؟ وال time taken to cover this distance. يبقى بالتالي هنقول the speed measures the distance that an object travel over time. يبقى كأنها distance divided time. تمام؟ طيب the speed of the object is not affected by the direction of this moving object. يعني سرعتك ملهاش دعوة باتجاهك انت ماشي يمين ولا شمال، دي مش فارق لها. انت كده كده ماشي يمين شمال قدام ورا ايا كان، هي سرعتك معتمدة في الأساس على حاجتين، ال distance وال time. عشان احنا اصلا تعريف السبيد the distance traveled in certain amount of time او the distance covered by the body in unit time. طيب القانون ده بقى يتحفظ، بص احنا حاطينه في مربع اخضر اهو، ده مهم جدا. ده بقى بيجي عليه مسائل speed equals a distance divided time. distance divided time يا سنه رابعه يعني distance over time. تمام كده. طيب to compare the speed of one object to the speed of another. بص يا سيدي احنا ممكن عشان تقارن جسمين بيتحركوا مش هينفع يبقى الديستنس ده اللي بيمشيها مختلفة والتايم اللي ده بيمشيه مختلف، ما ينفعش. يعني مثلا هنقول لو الاتنين ماشيين in the same time او at the same time اللي هيمشي with a greater distance يبقى هو ده اللي هيبقى moving with a greater speed. خلاص. طب لو انا عندي both objects traveling the same distance يبقى اللي هيمشي the same distance دي in smaller amount of time يعني هياخد less time هيبقى هو ده اللي ماشي with a greater speed. تاني بقى لو احنا الاتنين جسمين ماشيين مثلا هنحسب بعد 5 دقايق واحد ماشي 10 متر والتاني ماشي 20 متر يبقى مين اسرع؟ العشرين متر. ليه؟ ان هما الاتنين واخدين نفس الوقت بس ده مشي مسافة اطول. يبقى كل ما تمشي مسافة اطول كل ما السبيد بتاعتك تبقى اعلى، تبقى انت ماشي اسرع. طيب لو انا ثبت لك المسافة قلت لك انا عايزك تمشي 20 متر بس جبت حاجتين يمشوا، واحد اخلصها في 5 ثواني واحد اخلصها في 10 ثواني، يبقى مين الاسرع؟ اللي واخد وقت اقل. يبقى كل ما الديستنس زادت وكل ما التايم قل كل ما سرعتك زادت. تمام. تاني يبقى هنا بنقول to compare the speed of one object to the speed of another هنعمل ايه؟ هنقول اول واحدة measure the distance that both travel in the same amount of time. طيب يعني نفس الوقت اهو، يبقى احنا مين اللي متغير عندنا؟ the distance. the object that travels the greater distance اللي هيمشي اسرع، اللي هيمشي اسرع هيبقى هو اللي غطى مسافة اطول. يبقى the object that travels the greater distance is moving at the greater speed. طيب تعالوا نجيب ال two objects دول. measure the time that both objects take to travel the same distance. طب لو انا عندي دلوقتي ال object الاتنين ماشيين مع بعض هيمشوا نفس ال distance، يبقى كده هحسب لهم على مين سرعتهم؟ هحسب على الوقت. اللي يجي لي الاول يبقى هو ده اللي ماشي بسرعة، يجي لي الأول يعني واخد وقت إيه؟ أقل. التاني هيبقى متأخر هياخد وقت أطول. يبقى بنقول the object that travels at the same distance in smaller amount of time يعني أخد وقت زمني أقل is moving at a greater speed، يبقى هو ده اللي ماشي بسرعة. يبقى يعني نمشي مسافة طويلة يا سنة رابعة يعني أخد وقت قصير. تمام؟ طيب بعد كده في هنا عندنا example هنتكلم على حاجة اسمها الـ airplanes and high speed trains. الـ airplanes اللي هي الطيارات، الـ high speed trains اللي هي القطارات الطلقة اللي هي السريعة أوي. can cover a long distance in a short period of time. دي بقى بتوفر علينا يعني مثلا من هنا لحد الأقصر وأسوان تقريبا المسافة 1000 كيلو، تاخدها بقى في القطر تاخدها في 6-7 ساعات طويل، تركب القطر بالليل تروح هناك الصبح. طب لو أخدت طيارة مفيش، على طول ركبت بالليل توصل بالليل، ركبت الصبح توصل الصبح، خلاص مفيش بقى من بالليل للصبح دي الوقت الطويل ده لأ مش موجود. عشان كده بنقول إن الـ airplanes and high speed trains can cover long distance يعني بيمشوا مسافات طويلة وبياخدوها في وقت إيه؟
قليل. تمام. بعد كده how to calculate the speed، ازاي نحسب the speed؟ اتفقنا حفظنا القانون، فاكرين اللي كان ده هو طلعه لك اهو، speed equal distance over time. يلا نحل مع بعض بقى. في كل مسألة تجيلك في الامتحان لازم 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 يا سنة رابعة نكتب القانون لأنه بيبقى عليه درجة. يلا مع بعض. بيقول if your school is 3 kilometers away from your house، يبقى أنت مدرستك على بعد مسافة قد إيه؟ 3 kilometers، يعني ده بالنسبة لك مين؟ ده هيبقى الإيه؟ الـ distance. طيب وبعد كده and it took you 1 hour to walk there، يعني أخذت منك ساعة واحدة بس عشان حضرتك إيه توصل، يبقى ده بالنسبة لك المين؟ ده الـ t اللي هو الـ time. calculate your rate of speed، طلع السرعة بتاعتك. أطلع السرعة بتاعتي إزاي؟ سهل، يبقى الـ speed equal distance divided time، اللي هي مين الـ distance إحنا مطلعينها؟ أهي اللي هي 3 كيلومترز، قد إيه time اللي هو 1، يبقى هعمل 3 divided 1 equal 3 كيلومترز per hour. تمام؟ طيب لو هو مديها لك هنا بدل كيلومتر متر، وبدل الاول مكتوبه سكند، يبقى بدل دي هو مكتبها كده، هتبقى عندك متر بير، وتكتب هنا كلمه ايه؟ سكند. تمام. طيب اللي بعد كده بيقول لنا الحاجه اللي بعدها، بيقول if a bus traveled 600 كيلومترز، يبقى دي الديستنس، in 6 hours يبقى هي دي الايه؟ التايم، يبقى ادي دي وادي تي. calculate the average of the bus speed، عايز تقريبا سرعه الباص ده، يبقى دي هتبقى الديستنس بتاعته، وال6 دي هتبقى التايم، هعمل ديستنس ديفايد تايم، يعني هتبقى 600 ديفايد 6 هيطلع عندي 100 كيلومتر بير اور. تمام. طيب بعد كده احنا كده مخلصين lesson كام؟ lesson 1 و 2. الفيديو الجاي هنبتدي نعمل lesson 3 و 4 بقى، اللي هو باقي الكونسبت اللي هي how to measure the speed، وندي ايه عليها كام activity كده بسيط. شكرا جزيلا يا سنة رابعة.